هلا ليا حننتقل اكيد للكاتبه رنا العسلي. بدات رحلتها مع الكلمه بكتابات نثريه في سن مبكره، واصدرت اول مجموعه بعنوان رسائل لم يقراها ادم، ثم شقت طريقها بين الشعر والروايه والقصه، حتى عملها الاخير روايه سنين المخاض التي تحاكي وجع السوريين جراء الحرب الارهابيه. معنا الكاتبه والاديبه رنا العسلي لنحكي اكثر عن تجربتها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا لصباحكم الحلو كثير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحك يا رب. بالبدايه خلينا نتعرف عن الروايات يلي حضرتك كاتبتيها، عن الكتب يلي ايضا كاتبتيها. بالبدايه نتعرفهم، ايمت بلشتي بهي الهوايه؟ ايمت صارت عندك هي فعلا تنجي فيها على ارض الواقع؟ بدي اقول بالاول عن تجربه الكتابه كتجربه، مثل ما قالت فينا نقول نحن انه كاشخاص بتهمنا الكتابه لانه هي شكل من اشكال التواصل البشري الانساني، وهي اللي بتوصل افكارنا، بتطلعنا لمساحه حره لتوصل افكارنا وعاداتنا وتقاليدنا لاكبر عدد من الناس من المتلقين. الروايات اللي طلعتها بخلال آخر كم سنة كانت عبارة عن نسر كتب نثرية وكتب رواية. رسائل لم يقرأها آدم اللي كانت أول ما بلشت فيه كانت تجميع لنصوص نثرية لما كنت بعمر الـ 14 15 16، يعني بعمر المراهقة مثل ما بيقولوا، فلهيك سميتها لم يقرأها آدم لأنه كانت عبارة عن شغلات عفوية بسيطة لطفلة بنعتبرها بهداك الوقت. بعدين على شفاه الوجد كمان مجموعة نثرية مسكونة بك رواية. سنين المخاض بتحكي عن الحرب في سوريا وانعكاساتها السلبية اللي صارت على المجتمع وعلى الطفولة ككل. على صوت نبضه كان إصداري الأخير كتوأم، كان مجموعة نثرية مع رواية بنفس الغلاف والاسم والعنوان وال يعني خمسة صار عنا؟ ستة. فهدول مجمل. من أي سنة بتكتبي؟ من لا انا بلشت كثير صغيره، بس كنا بهداك الوقت بننشر بالجرايد المحليه، كنا نشيطين بالشبيبه بهذيك الايام، كان لها دور كثير كبير بتشجيع المواهب، فكنا ننشر اكثر منشوراتنا بالجرايد المحليه كمان. انقطعت فتره منيحه كرمال الاطفال والامومه والبيت والالتزامات، مو لانه بتمنع طبعا، لا اكيد ما في شيء بيمنع. السؤال، انت كأم وبما انه عيد الام ماله كم يوم، كل سنه وانتي سالمه. انتي سالمه وعن جد ينعاد على كل الامهات بالخير والصحه. خلينا نحكي كيف عم تقدري ترتبي او توافقي بين عملك بين كتابتك بين اولادك؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع، واكيد بما انه حكينا على عيد الام بدنا نسمع شيء نثري منك بخص الام. اكيد بتحبي نسمع النثري اول وبعدين نحكي على الوقت؟ انتي اللي حاببتي فيك تبلشي فيه. لغتي يا أمي محفوفة بالدفء، تراود الحب عن أسراره، وتنمو في حجرك غزيرة المعنى، ويسألونني عنك فأقول: أمي وضعت حملي على ظهرها كي لا يئن ظهري، وتمددت على أرصفة العمر كي تحيك دربي. أمي اقتطعت من صوتها ليعلو صوتي، وتسامرت مع نجوم الليل كي يضحك فجري. أمي ألبستني تاجا وأقسمت على عرشي أنها ستنحر حزني، واليوم قلبي أخضر وجمال لحظتي أن أراها سالمة. يسلم تمك. الله يسلمك يا رب. يعني ست رنا، كنا عم نحكي قبل ما هي نحكي عن الام، الام السوريه دائما يعني مثبته حالها بجميع المجالات. خلينا نحكي كيف دائما بيقولوا انه لا انا بدي انجح بشيء ما فيني كفي بشيء ثاني، ولكن البيت هي مؤسسه، هي مشروع، الاولاد ايضا هن مشروع. خلينا نحكي عن تنظيم الوقت والنجاح بكل الظروف يلي مرقت فيها. أنا ضد كلمة إنه الواحد ما بيقدر يعمل شغلتين ثلاثة مع بعض، ومثل ما قلتي الأم السورية الحمد لله أثبتت بالأزمة إنه هي قد أحمال كثيرة، من خوفها على أولادها، لهموم الحياة، للوجع والخوف والقهر، للنزوح، للحالات اللي صارت عنا ما في أكثر منها، أثبتت إنها قوية وإنها قادرة توقف على رجليها وصامدة
تعدي بولادها وعائلتها لبر الأمان بأقل الخسائر النفسية على القليلة اللي ممكن تحقق لهم إياها. تنظيم الوقت أنا بعتبره قيمة كتير مهمة بحياة أي حدا بده ينجز شيء بحياته، لأنه إذا ما كنتي منظمة وقتك أنت ما رح تنجحي بأي شيء تاني أبدا. أنت تنظيمك لوقتك عم يعطيكي الراحة النفسية اللي بتخليكي تتعاملي مع كل شيء بيمرق عليك بحياتك بطريقة سلسة وسهلة ومريحة نفسيا إليك بالأول والأخير قبل ما تكون مريحة للمحيط معك. فمجرد انك تكوني عطيتي وقتك وبيتك واولادك الاهتمام اللازم والكافي والضروري، فانت رح تعطيهم القيمه باللي رح تنجزيه بالعمل وتعرفيهم معنى الشيء اللي عم تعمليه من خلال تعبك معهم ومع شغلك ومع انجازك، لانه انت بالنهايه اللي كرمالهم، كرمال الجيل اللي جاي. اكيد للبلد. استحقت رواية سنين المخاض الجائزة الذهبية بعام 2020، خلينا نحكي عنها. وحتى مثلا سنين المخاض بطولة الرواية هي لنساء سوريات تحدوا الصعاب، تحدوا الواقع تبعهم. خلينا نحكي أكثر عن رواية سنين المخاض. الرواية ألف مبروك كمان. الله يبارك فيكي. أخذت اللقب ببريطانيا بمجموعة The Arab Group. كانت فرصة كتير حلوة لي أني أوصل بصوتنا ومعاناتنا وبالشيء اللي لازم نحن نوصله بصورة صح لبرا، وكنت كتير سعيدة طبعا بفوزة بهذا اللقب. سنين المخاض كانت مشروع درامي، كانت مشروع مسلسل بسبب الأزمة والمقاطعات بسوريا وبسبب متطلبات السوق ما انكتب لأنه تتنفذ كعمل درامي، وبما أنه الهدف الأساسي نحن أنه نوصل الفكرة بأي طريقة كانت للناس، فأنا رحت وحولتها أكيد لرواية. الرواية كانت بتحكي عن وجعنا بالحرب، عن تناقضات الأفكار بين المتعارف عليه والعادات والتقاليد، بين اللي لازم يكون لحتى نوقف على رجلينا صح. بتحكي عن كذا حالة من بين أولاد الشوارع، عادات التحرش اللي كترت بالآونة الأخيرة، ومواقف الأهل بين سلبية وإيجابية وكيف معالجتها مع المحيط. نعم. فينا نسمع شيء تاني أيضا؟ يلا. هلا اللي بدك تقولي هو نسر أيضا؟ نسر من كتاب آخر إصدار على صوت نبضة. اقترب قليلا كي نفتح باب الفجر ونسمع تأويل اقترابنا للحلم في سرير الشوق لغز، ولانهمارنا تفسير ليل طويل لا ينتهي. اقترب خطوة فتحت صوت نبضك تختبئ القصيدة، وسطور تتواعد خلصة مع حرفين وقبلة. ربما أتمالك لهفتي فأبدو شاردة في عين الريح، لكن أصابعها الدافئة تمد إلي عطرك. يعني دائما كتابات نثرية رائعة. تماما. دائما أي كاتب أو أي فنان أو أي موهوب بيكون عنده مثال الأعلى وبيقرأ كتير. أنت أي خط بتقري أكثر؟ مين الكاتب المفضل عندك؟ ويعني دائما بالبدايات بتقولي أنا حابة يكون هيك، أنا حابة أكتب هيك. وطبعا قد ما تطور الواحد لازم يضل يقرأ. حضرتك لمين بتقري وشو هي أو شو هو أكثر روايات أنت بتفضليها؟ هلا انا ما راح اقول اسماء، اذكر اسماء معينه، لانه انا من النوع اللي بحب اقرا اي شيء بيوقع تحت ايدي. بحب اقرا الشيء الحلو، الشيء اللي ممكن رفقاتي ينصحوني فيه، الشيء اللي ممكن يضيف لي ثقافه معينه نحن بجاهلينا او ما وصلت لنا غير عن طريق الكتب. هي من فوائد الكتابه طبعا. بالعموم انا مياله الأدب الروائي اللي يكون فيه شيء من النثر، اللي فيه شرح للمشاعر، شرح للمكان. نحن بنتعرف على ثقافات كثيرة من خلال هذا الجانب، وبندخل مثل ما نحن بنحاول ندخل برا بثقافاتنا وعاداتنا، بندخل لعادات وثقافات تانية من خلال القراءة. فالقراءة شيء كثير مهم، وهذا الشيء اللي أنا بعتبر أني بشكر أهلي عليه، لأنه من لما حسوا أنه عندي هي الموهبة وحسوا أنه أنا فيني أعطي شيء كانوا
الدافع والمشجع والمساعد بكل 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 خطوه انا كنت عم اقدم فيها. وبهالمناسبه انا بحب اشكر اكيد ماما لانه كانت المساعد الاول والاقوى بانه تدفعني لهذا الاتجاه وتضل معي كل الطريق. اكيد الله يخلي لك يا ماما. الله يسلمك. خلينا نحكي اكيد للاداب رساله مهمه كثير، من حيث التوثيق، من حيث حل المشكلات، من حيث تسليط الضوء على نقط مهمه على واقع نحن عم نعيشه. خلينا نعرف شو هي رسالتك بالحياه من خلال الاداب. جيل المستقبل، نحن حاليا بحاجة كتير كبيرة لحتى نوجههم توجيه صح، لنضمن انه نحن جايينا مستقبل سليم وإيجابي وخالي من انعكاسات الحرب اللي أدت لكتير قصص سلبية. فقدوا للأسف أطفالنا بهذا الوقت، فقدوا القيم، فقدوا معنى الحب، الصدق، الإخلاص، الوفاء، فقدوا شو معنى أنك تساعدي حدا. فنحن رسالتنا أنه نحن نورجي هذا الجانب ونشجعهم حتى على القراءة والكتابة ويعبروا بأي طريقة بيقدروا فيها من شان نطلع هذا القهر اللي جواتهم والزعل اللي جواتهم من شان يعملوا يكونوا شخصية سليمة متوازنة لما يكبروا ولما يكونوا منتجين بالمجتمع. فرسالتنا نحن أو أنا يعني بحب أتوجه دوما أني أحكي عن مشاكل الطفولة ومشاكل اليافعين بأغلب رواياتي تقريبا. نعم سترنا، يعني هلأ بوقتنا صار السوشيال ميديا هو أو الأجهزة الذكية هو كاسح الدنيا وكاسح العالم، يمكن بعدنا عن الكتاب، صار كل الوقت على الموبايل أو على التاب. اليوم من خلال صفحتك على الفيسبوك، أوشي عندك صفحة ولا لا؟ في كثير ناس ما بيحبوا. وحالات النشر يلي بتنشريها والثقافات أيضا اللي بتتعرفي عليها وحقوق النشر على الفيسبوك، خلينا نحكي عليها. هل هو خدمك بشكل صحيح ككاتبة السوشيال ميديا ولا لا صار في مشاكل من وراء؟ لا مثل ما قلتي فعلا، رغم اني انا كثير مياله لاني امسك كتاب بايدي، بس نحن ما فينا ننكر دور صفحات التواصل بانها توصل صوتك والمعلومات بطريقه اسرع. وانا بعتبرها انه كمان كانت نعمه لكثير شباب ما لهم قدره يشتروا يمكن كتاب، صاروا بيقدروا انه يرجعوا يقروا ويطلعوا على كثير شغلات عن طريق النت. النت ساعدنا على الانتشار، ما فينا ننكر هذا الشيء. النت ساعد انه كلمتنا توصل، ساعدنا نكون معروفين باكثر من بلد حتى، ونعرف غيرنا حتى كمان، ويكون في مثل ما بيقولوا تواصل انساني معين من خلال الكلمه. فانا بعتبره كان شيء ايجابي للمتلقي اللي هو حابب ياخذ منه الشيء الايجابي، لانه انت كمان ما فيك تنسي انه نحن عندنا كثير ناس استخدموا بشكل خاطئ وما كان همهم هي الشغلات. فنحن انا بعتبر اني بتفائل بالجيل الشباب هالايام، لانه مقاطع اللي عم تنزل من الروايات العالميه، من الروايات المحليه، عم بتخليه يرجع يفتح ويطلع ويقرا ويشارك افكار هي الروايه وهي الروايه وهي المجموعه مع أكبر عدد ممكن. فهو ساعد للكتب أنه ترجع شوي تظهر ولو كانت إلكترونيا، يعني مو غلط هذا الشيء يعني. أكيد دائما العمل الأدبي الجيد الصادق دائما بخاطب روحنا بخاطب وجداننا. خلينا نحكي عن الأدب النسوي برأيك، شو رأيك فيه؟ بتقري روايات لسيدات غيرك؟ أكيد. خلينا نحكي عن الأدب النسوي بهالوقت، وكمان بدنا نعرف هي أفضل رواية كتبتيها كانت مثلا مميزة عندك، يعني وانت عم تكتبيها كانت إلى ميزة غير الروايات الثانية، خلينا نحكي. أكيد الأدب النسوي بالنسبة لي وبظن لكثير كاتبات أنه نحن لازم نتابعه، لأنه بكل رواية أنثوية نحن عم نشوف وجع امرأة بمكان ما بطريقة ما. فاطلعنا على مشاكل بعض، هذا بيساعدنا كمان بنلقي الضوء على الشغلات الداخلية اللي عنا والأساسات اللي عنا، ويمكن نصلح منها، ويمكن نساعد بحل لغيرنا بهي الطريقة. بالنسبة للروايات ما فيني اقول انا هي احلى من وحده، ولا فيني اقول انا هي افضل، انا بعتبرهم كلهم اولادي وكون سعيده بكل روايه اكيد انا عم اقدمها. بعتبر سنين المخاض كانت واقعيه واجتماعيه وحكت الواقع بشكل عايشنا وشفنا وعانينا فيه. كان في بعض من ملفاتها للروايه ملفات
بالقضاء، فكانت مثل ما بتقولي لمستي وجع الشخص اللي كان بهي المشكله واعطيتي حل. انت شفتي من وجهه نظرك، بجوز غيرك يشوفك لا، على صوتي نبضه كانت داخله بالحلم بالخيال. كلياتنا بتلاقينا تواقون للخيال والحلم والصدفه، لانه بنضل على امل انه نحن رح نعمل شيء حلو بعدين. فانا كنت فيها بجانب ثاني. مسكونه البيك كانت بتحكي عن دور الام، وكان لها الدور الاكبر يعني بهي الروايه للام، وكانت عبارة عن رواية قصيرة ما لا رواية طويلة، وحكت عن اللقطاء ومعاناتهم لما بينخرطوا بالمجتمع، لأنه نحن كمان عنا مشكلة بالمجتمع للأسف، أنه بس يوصلوا لعمر معين وينحطوا بقى بالمجتمع مشان يروحوا ويطلعوا، بتلاقي أنه ما أمنا لهم لا العمل لا الوظيفة لا كيف بدهم ينطلقوا بحياتهم لا وين هذا. فهي إحدى معانات اللي أنا ذكرتها دائماً كمان. دائماً كل كتابتك كل النثر والأدب بتشتغلي بحرفية عالية، وأكيد بيوصل لقلوبنا كلياتنا. شكراً لك، شكراً لوجودك معنا، شكراً لكم، شكراً أهلا وسهلا.